السلام عليكم. زار وزير النقل السيد شرفة، إذن زار الأشغال نتاع واش الأشغال نتاع توسعة مترو الجزائر باتجاه مدينة براقي على امتداد 6.5 كيلومتر وبخمس محطات، ونشاهد كذلك عزوج محطات على الهواء الطلق، وكذلك تم الوقوف على محطة المجمع الجامعي القطب الجامعي بالحراش، وأين وقف على آخر المراحل تاع الأشغال تاع الهندسة المدنية للمشروعين، يعني في الزوج توسيعات، واللي الآن سوف ندخل ابتداء من السنة المقبلة في مرحلة التجهيز والوضع النظام العام نتاع لو سيستيم ديكسبلوطاسيون، نقولوا هنا تاع التسيير نتاع الخطوط هذه بالشراكه مع شركاء كوسيدار الاجنبيين، منهم ألستوم وشركه ايطاليه لوضع نظام الاشارات ونظام التسيير والرقابه والمتابعه للاستغلال، لوضع يعني تحسبا لوضع الاستغلال في حيز الاستغلال هذا الزوج توسيعات ابعد حدود الى نهايه سنه 2025 تكون كل هذه الخطوط قيد الاستغلال. اترككم تتابعون هذا الفيديو التي تم انتاجه من طرف التلفاز الجزائريه حول هذا الموضوع. اذن والسلام عليكم. مترو الجزائر أحد الإنجازات الكبرى مع التوسعة التي يشهدها سيفك الخناق على الجزائر العاصمة. كاين خمس محطات من محطة واد سمار حتى محطة مطار هواري بومدين، انتهت الأشغال الهندسة المدنية في هذه المحطات والنفق منتهي تماما، والشطر الثاني قد تقدمت الأشغال إلى نسبة تفوق 80%. توسعة المترو في اتجاه عين عجاب الرقي، احنا بصدد انجاز 4.2 كيلومتر، انتهاء الاشغال الهندسيه سيكون ان شاء الله في نهايه سبتمبر 2024. مهندسو وتقنيو المؤسسه الوطنيه كوسيدار يسابقون الزمن للانتهاء من انجاز الخطين الجديدين المزمع استلامهما عام 2026. فيما يخص التهيئة ستكلف هذه الأشغال لمؤسسة مترو الجزائر، كما شاهدتم الكفاءات وكل هذه المنشآت قد أنجزت بسواعد جزائرية 100% من طرف الشركة، وتبقى سوى النظام الكلي الذي يجب علينا أن يعني نستغرب بشركة أجنبية لتشغل مع شركة كوسيدار. لاحظتم عندنا خطين لتقريب هما في من جهه الهيكلي تقريب كمية الاشغال، هذا يعني ما يطلب باش نوضع برنامج لتهيئه المحطات ووضع السكه وايضا تجهيز النفق، هو العمل راح نقوم به انطلاق من هذا الثلاثي ان شاء الله. فيما تتواصل أشغال الحفر والدعم النهائي على مسافة كيلومتر واحد وثلاثمائة متر المتبقية من امتداد خط الحراش والسمار، تجري الاستعدادات للانطلاق في أشغال النظام الكلي والتهيئة.